بسم الله الرحمن الرحيم. بحب أبدأ الهيرش سبرانج النهاردة بشكل كبير جدا بسبب الملل اللي بيحصل لي بسبب شرح التراكيوسفير فيستولا والاي ار ام، لكن مفيش مشكلة، بفتح معاكم كذا موضوع هما من الأمهات المشهورة في جراحة الأطفال. الطريقة النهاردة مختلفة، أنا موريكم الصفحة دلوقتي بتاعت الهيرش سبرانج الأولى، هي صفحتين بالظبط، دي الصفحة الأولى. هتتنقلوا كده هتلاقي الانترودكشن قدامك، هتلاقي تحتيها بعد كده الهيستوري، هتلاقي بعد كده الايديولوجي. اوريك بس كده ايه الخريطه بتاعتك، الكلينيكال بيكتشر، والكلينيكال بيكتشر تحتيها اربع عناوين: نيونيتال اوبستراكشن وانتروكلايتس واسوسيشن وكرونيك كونستيبيشن، وبعد كده الراديولوجي والمانومتري والريكتال بايوبسي. دي الصفحه الاولى، ما اتكلمناش فيها خالص على العمليات. كلام جميل. الهيرشسبرانج ديزيز is a developmental disorder، هتلاقي مكتوب الكلام ده عندك في الانترودكشن اول حاجه، وانه absent intrinsic component of enteric nervous system اللي موجوده في الانتستين. يبقى absent ايه بقى؟ انا حاطط لك ثلاث نقط. النقطه الاولانيه absent ganglion cells، هو ده كلام الباثولوجي بالظبط. in my enteric and submucosal plexuses of distal intestine، ثلاث تكات مهمة. لما تيجي تعرف الهيرش سبرانج التعريفات اللي هي بيقولوا عليها التعريفات الحياتية أو التعريفات يعني الوجودية، هتلاقيني عامل لك ثلاث تعريفات. التعريف الأول it is absent a ganglion cells، فين؟ في الانتريك، ثلاث حاجة في الديستال انتستين، تمام؟ طيب ده بيريزلت ان ايه؟ دي تكملة الجملة بتاعتك. Results in functional obstruction، ما هوش organic obstruction، ما هوش intestinal obstruction بسبب قفله بسبب volvulation، لا هو functional obstruction. فتلاقيني كاتب لك ايه؟ Results in functional obstruction 75% في rectosigmoid، حوالي 20% rest of the colon descending transverse ascending، و5 الى 10% total colon. دي نسبه كبيره قوي ونسبه خطيره قوي. And the part of terminal ileum، total colon and the part of terminal ileum. يبقى 75% ريكتو سيجمويد، انت متوقع في اي هيرش سبرانج ريكتو سيجمويد. اتنين، نقلت لك على طول عندك في الهيستوري 1887 هيرالد هيرش سبرانج، ده كان مش جراح، ده كان باثولوجيست في مستشفى اسمها كوبنهاجن كوين لويس تشيلدرن. Described ايه بقى؟ هتلاقي مكتوب عندك described two cases with congenital megacolon، اللي هم الاطفال اللي بيجوا عندهم megacolon بيبقى في النورمو جانجلونيك بارت اللي هو تحتيه الاجانجلونيك بارت. ده اول من وصفهم، عشان كده نسيبوا له الفضل وناخد من هنا فايده مهمه جدا. ده واحد اتوصف باسمه المرض، كان اصلا لا جراح ولا قال اي حاجه غير ان هو megacolon بس، بس هم لما رجعوا في التاريخ وفوا له حقه. الكلام ده انت في شرحك عامه لما تلاقي اي معلومه تعطر فيها تقول ان دي بفضل فلان، مش بقى عشان هم عملوا كده، لا عشان ده الصح وعشان انت مبادئك المفروض تقول لك كده. 1901 تيتل ديسكرايبد ابسنس اوف جانجليون سيلز. سنه 1946 واحد اسمه ايرن برايس، ايرن برايس قال ايه؟ قال الاجانجلينوزيس، قال حاجه غريبه قوي، از باثوجنومونيك اوف هيرشسبرانج. خلي بالك ده كلام خطير، ده كلام يدل على ان احنا دخلنا في مرحله ان ده المرض بقى خلاص يا جماعه، في مرض ليه عنوان. يبقى 1887 هنا هيرشسبرانج وصف حالتين ميجا كول، 1901 تيتل ديسكرايب ابسنس اوف جانجلينوزيس، و1900 46 ايرن برايس قال اجانجلوزيس باثوجنومونيك. امال مين سوانسون؟ جه 1949 هتلاقيني كاتب لك بقى 1949 سوانسون ببلشد اوبريشن اوف ريكتو سيجمويدكتومي. يا جماله. بريزرفيشن اوف سبيكترز ار ذا اوبتيمال تريتمنت اوف هيرشسبرانج ديزيز. اند ووز مالتي ستيجد في الاول، يعني كولوستومي وبعد كده ينزل بالكولوستومي، وبعد كده بقى وان ستيج على طول اللي هي ترانس انال، او بعد كده اسيستد بي اوبن او لابروسكوب. رقم 3 الايتيولوجي. الايتيولوجي هتلاقي اولا في الايتيولوجي واحد في كل 5000 بيشنت. تقول لي انا ما بقابلوش كتير، انا ما مش عارف ايه، لا هو واحد في 5000 دي نسبه تعتبر متوسطه، ما
ما هيش نسبة كبيرة زي الشفة الأرنبية مثلا واحد في الألف، ولا نسبة كبيرة قوي زي الهايبوسبيليس واحد في 250 أو الفات واحد في كل 50 أندسندد وهكذا، ولا هي نسبة نادرة قوي زي الإكتوبيا واحد في كل 60,000. لا، هو failure of في الإيتيولوجي بقى of migration of neural crest ganglion cells. فلما تتسأل هو إيه ده، تقول له زي ما أنا كاتب لك كده، بص بقى هكبرها لك أهي، failure of migration of neural crest of neural crest ايه ganglion cells. عند الاسبوع الخامس الاسبوع 13 ده بيحصل، بتهاجر منين؟ اكيد من النيورال كريست. لغايه فين؟ لغايه الديستال باول، اللي هو ايه؟ اللي هو كل الكولون، كل الجزئيه اللي بتبقى مشهوره في ان يحصل فيها الفيلير ده. فراحوا مؤلفين اتنين ثيوريز اغبى من بعض. طالما الفوا ثيوريز يا جماعه يبقى الموضوع مش معروف حتى الان. هتلاقيني كاتب لك على الشمال فيرست ثيوري وسكند ثيوري. الفيرست غبية والسكند أغبى منها. الفيرست بتقولك إيه؟ بالنص كده في 5 authors أو في المؤلفين الخمسة، they don't reach distal intestine either because they mature early، نضجوا بدري فما راحوش، أو شوف الغباوة، differentiate to ganglion cells early. ما فيش فرق قوي يعني، المهم إن هم نضجوا differentiated early فما سافروش، أصل اللي بيسافر هو اللي ما نضجش. طب ومين قالك المعلومة دي؟ يعني بتبني على حاجات انت بتعتقد انها صح. طيب يقول لك بعد كده جمله غريبه قوي، الجانجليون سيلز ريتش ذير ديستنيشن اند فيل تو سيرفايف. لا يعني هم وصلوا وكانوا ماتيور وكل حاجه بس ما قدروش يعيشوا. يعني اذا يا اما ماتيور دي بدري فما وصلوش او ما راحوش اصلا، او هم وصلوا بس فيل تو سيرفايف، فرقعوا يعني خلاص. حاجه تانية بقى يقول لك حاجه اسمها ريت بروتو اونكوجين. الريت بروتو اونكوجين هتلاقيني معلم لك عليه اهو، انا متاسف، الريت بروتو اونكوجين اهو، which encodes the tyrosine kinase، حاجه اسمها السوكس اكس جين، وحاجه اسمها الفوكس 2 بيتا جين، وحاجه اسمها الاندوثلين 3 والاندوثلين بيتا، وحاجه اسمها جلايل سيل لاين درايف نيوروتروفيك فاكتور. يا جماله ادي الايتيولوجي سهله. نيجي بقى على الطرق رقم 3 او الدايجنوسس. هنا بقى كلام مهم قوي. الحقيقه في الدايجنوسس المفروض نقول ان الدايجنوسس كلينيكال بيكتشر، هتلاقي مكتوب عندك كده كلينيكال بيكتشر اهي. رقم 2 راديولوجي، رقم 3 مانومتري، رقم 4 ايه ريكتال بايوبسي. تعال لي بقى في الحته دي وادعي لي بقى هنا. لما احط لك كل الدايجنوسس كله مره واحده، تلاقي مكتوب واحد في الدايجنوسس كلينيكال بيكتشر، تحتيها اربع عناوين، الاربع عناوين دول معمولين بالبرتقالي. بص معايا، نيونيتال اوبستراكشن، رقم 2 عيان جايب امساك كرونيك كونستيبيشن، رقم 3 انتروكولايتس، ورقم 4 اسوسيشن. كل ده بكلمك في التري. النيونيتال اوبستراكشن يعني طفل جاي مسدود، لكن الكرونيك كونستيبيشن طفل عاش كويس رغم انه ما عداش ميكونيوم في اول حياته في اول 24 ساعه، لكنه جاي بعد كده بامساك مزمن بيعمل كل 3 4 ايام، كل 7 ايام، كل 8 ايام، هنقول ايه الملابسات بتاعتها. رقم 3 لا ده طفل عنده انتروكولايتس، ده بقى قلبت عنده باسهال، هو الموضوع من كتر البولينج ومن كتر التوكسنز ومن كتر كل حاجه بقى يقلب بتوكسيميا ويقلب بايه بانتروكولايتس. رقم 4 الاسوسيشن، ولا استحي من ان اقول لك بقى عناوين الاسوسيشنز. ولما اقول لك بقى الاسوسيشن، شوف مين الكلام اللي مكتوب عندك الغريب ده الجميل ده، الداون سيندروم والفاندربرج شاه سيندروم والفون ريكلينج هايسن سيندروم والسميث ليميت ابتس سيندروم والكونجينيتال ايه، هتلاقي مكتوب عندك حاجه اسمها الكونجينيتال ايه، كونجينيتال سنترال هايبو بيجمنتيشن هايبر فنتيليشن اسف، والجولدبرغ سيندروم واذر هايبو بيجمنتيشن سيندروم ومن تو. شوف الكلام، هعمل لك علامة عليهم اهو، بص بالازرق اهي، في و دبليو هتلاقيهم على ايه، على فون ريكلينج هاوسن سيندروم وعلى فاندر فاردنبرج سيندروم او فاردنبرج شا سيندروم. يبقى دي الفي والدبليو، في ودبليو، جي واتش، سي ودي. ايه السي والدي دول؟ كونجنتال سنترال هايبر فنتيليشن سيندروم او هايبر فنتيليشن سيندروم اسف، والداون اوترايزم 21 سي ودي. طيب والجي والاتش ايه هما؟ الجولدبرغ سيندروم والاتش فور هايبوبيجمنتيشن. فتبقى كملت معظمهم، يقلب لك بقى يبنايت ديف بلايند سيندروم
هي دي هايبوبيجمنتيشن. تفتكر المين تو يبقى انت كده خلصت، وتفتكر السميث ليملي اوبت سندروم. لكن في الاخر انت عندك 6 سندرومز حفظتهم، لان صعب قوي تحفظ كل السندرومز وتفضل حافظهم الا بنيمونيك زي اللي انا بقوله لك ده. اول حاجه نيونيتال اوبستراكشن، قال لك 50-90% اوف هيرشسبرانج بريزنت وذ نيونيتال اوبستراكشن. يا نهار ابيض، يعني في دول 90 قالوا، او في بيبرز او سيريز اوف بيبرز قالوا كده، وناس قالوا 50. صح، هم بيجوا يتشخصوا، ساعات يمشوا بالغسيل، ساعات يمشوا بالكولوستومي، ساعات ما يستجيبوش يعني ويمشوا بالكولوستومي، لكن في الاخر وفي الاول هم غالبا هيجوا لك وهم نيونيت طالما البلد دي متحضره. لو البلد متخلفه اللي هيكمل منهم يكمل، واللي يموت يموت، واللي يروح يروح، واللي يعدي يعدي ويمشي بالكونستيبيشن بعد كده. لكن لو الدوله متحضره ما عداش في اول 24 ساعه ميكونيوم، ده هيجي لك كانيونيت ويتحجز في حضانه ويتعمل له ريكتال بايوبسي وتعمل له غسيل لو انتروكولايتس وهكذا. يبقى 50-90% of Hirschsprung بيبقى neonatal insert obstruction. بيبقى في ايه؟ distension, bilious vomiting و feeding intolerance. مش بس كده، وfailed passage of meconium، ودي جملة مهمة جدا، في اول 24 ساعة، وده characteristic بس only ايه in 90%، هتلاقيني كده but only in 90%. واخيرا وليس اخيرا الاكس راي دايليتد لوبس، وده ديفرنشال دايجنوز مع اي لو جي اي اوبستراك زي ايه؟ ميكونيوم ايليس، ميكونيوم بلاج، ايليال اتريزي، كرونيك اتريزي واذرز. زي الماروتيشن بقى تلخبطك لان هي ما هياش لو ان سبستراكشن، والنيك تلخبطك لان هي بتبقى لو او هاي او سمول باول او لارج باول. وسودو اوبستراكشن دي كوارث بقى ونوادر وغرائب، وحاجه اسمها السمول كولون سندروم وحاجات ميديكال. شوف الكلام. فانت لما هيجي لك في الطوارئ الحاله، انت فور The first impression Hirschsprung، ما عرفت بقى ان انت اصل ما عداش في اول اصل والكلام ده كله، عرفت تشخص ان هو ما هوش Hirschsprung، او يعني استنتجت بالاشعاب السابقه ان هو مش Hirschsprung او كده، تبتدي تفكر بقى في ايه؟ في حاجات تانية. اصله مايكروكولون، يبقى هيبقى ايليال اتريزيا، كونيوم ايليس، كونيوم بلاج، كل ده بيبقى فيه مايكروكولون. والكولونيك اتريزيا نفس الكلام، هيبقى فيها مايكروكولون ودي رير برضو. لا ده بقى احنا اصلا استبعدنا اللو انستراكشن وبقينا هاي او بقينا ميدل اوبستراكشن، يعني في السمول باول نفسها، يبان بقى في الناك، يبان في اي حاجه تانية. الثيكنس كل واحده وليها حتتها. هو صعوبه اي جراح او صعوبه اي دكتور وشطارته هي في الديفرنشال دايجنوسيس. اكتفي بهذا القدر في اول حاجه في كلينيكال بيكتشر، الا وهي النيوتال اوبستراكشن، ونكمل المره الجايه الكرونيك كونستيبيشن لان في كلام كتير، الى جانب طبعا ان احنا قلنا الاسوسيشن ففضلنا الانتروكولايتس بس في الكلينيكال بيكتشر اللي هي اول واحده من 4 في الدايجنوز هذا، والى لقاء اخر ان شاء الله.